موزس للدايابيتس، يعني عشان لما يجي لي حالة بالسيمتوم والساين اوف دايابيتس وشك فيها، فاعمل اقيس البلاد جلوكوز فاعمل ايه، اصل للدايجنوزس عن طريق الهايبر جلايسيميا. الهايبر جلايسيميا هي المسؤولة عن الكلينيكال بيكتشر، هي المسؤولة عن الكرونيك كومبليكيشن، وهي المسؤولة عن الجول اوف ثيرابي. هنتكلم اول حاجة على الكلينيكال بيكتشر. الهايبر جلايسيميا لما الجلوكوز بيعلى في البلد بيعدي الرينال ثريشولد فينزل في الايه، في اليورين. لما ينزل في اليورين يعمل لي حاجه اسمها ايه، جلايكوزوريا. لما ينزل في اليورين الجلوكوز لما بينزل في اليورين بيعمل حاجه اسمها اوزموتيك دايوريسيس، فبياخد معاه ووتر، بياخد معاه يورين، فبيعمل لي ايه الكلاسيك تتراد اللي احنا كلنا عارفينه في الدايابيتس، اللي هو البوليوريا والبوليديبسيا والبوليفيجيا والايه والويت لوس. احنا دلوقتي احنا قلنا الهايبر جلايسيميا يا اما ديو تو ديكريزد انسولين سيكريشن عشان ديستراكشن للايه للبيتا سيل. الديستراكشن دي ممكن تكون تايب 1، ممكن تكون اوتو اميون ديستراكشن، يا اما تكون ايديوباثيك ومش عارفين لها ايه سبب. ده هيديني تايب 1 دايابيتس. التايب 1 دايابيتس الكلينيكال برزنتيشن بتاعته ان هو اكيوت اونست، اكيوت اونست. البيشنت بقى شكله ايه؟ البيشنت بيبقى يونج ايج، ممكن يكون يونج ادلت، ممكن يكون انفنت، ممكن يكون تشايلد، ممكن يكون ادوليسنت. خلاص. وبعدين بيبقى لين ولا اوبيز؟ لا، بيبقى رفيع، بيبقى لين. هتيجي السيمتوم دي acute onset، acute onset of polyuria, polydipsia, polyphagia and weight loss. البوليوريا يعني ايه؟ بوليوريا يعني poly يعني increased، يوريا يعني urine، يعني increased amount of urine. بنفرقها عن الفريكوانسي. الفريكوانسي ان هو يروح التواليت كتير بس ما بينزلش كمية بول كتيرة، لكن البوليوريا بينزل كمية بول كتيرة، بوليوريا. طبعا لما هينزل كمية بول كتيرة هيعطش فيبقى بوليديبسيا، فدايما يبقى عطشان وعايز يشرب مية. وبعدين يقول لك ايه، انا ريقي ناشف، انا لساني زي الخشبة، على طول محتاج مية. يبقى هي دي يبقى بوليوريا، بوليديبسيا. البوليفيجيا والويت لوس سببهم ان الجلوكوز ما بيخشش جوه السل، لان الرول اوف انسولين ان هو يدخل الجلوكوز جوه السل، فما بيخشش، فايه بيبقى فيه ديفكت، فبيحس العيان بيبقى فيه ايه سيل هانجر، فيبقى عايز ياكل على طول، جعان على طول. وعلى الرغم من كده ويت لوس، لان الانسولين ده ايه، انابوليك ايه هرمون. الانابوليك هرمون ده لما يبقى مش موجود فيبقى فيه كاتابوليك ستيت. يبقى ده الفيرست بريزنتيشن للتايب 1 دايابيتس اللي هو سنه صغير اكيوت اونست. تاني بريزنتيشن ان ممكن يجي العيان في كوما. يعني انت لو طبيبة استقبال او طبيب استقبال وجالك شاب او طفل في كوما وسألت اهله هو عنده سكر، هيقولوا لك لا ما عندوش سكر. لا، دي ممكن تكون الفيرست بريزنتيشن. الكوما ممكن تكون فيرست بريزنتيشن اوف تايب 1 دايابيتس اللي هي الاي ديو تو اي دايابيتيك كيتو اسيدوزيس. فانا بحط في الديفرنشال دايجنوز بتاعي انه ممكن يكون ايه دايابيتيك كيتو اسيدوزيس، ولازم اعمل له ايه، يعني اعمل له دايجنوز. هعمل له دايجنوز ازاي؟ ان انا اعمل له ايه بلاد جلوكوز، هيبقى فيه هايبر جلايسيميا، وممكن اعمل كيتون بوديز، وممكن اعمل ايه اسيتون ايه في اليورين اناليسيس. يبقى سكند بريزنتيشن للتايب 1 دايابيتس هي الكوما، ممكن يجي في كوما. ثيرد بريزنتيشن ممكن يجي بجي اي تي سيمتوم، ودي كومن، يعني يجي العيان بابدومينال بين، فوميتنج، ممكن يكون دياريه او كونستيبيشن، بس المهم بيجي بسيفير ابدومينال بين اند فوميتنج. فبيبقى ميس دايجنوزد از ايه؟ از اكيوت ابدومين. اكيوت ابدومين يقول لك دي ايه؟ طبعا بما انه صغير شاب مثلا او ادوليسنت كده يقول لك لا دي اكيوت ايه ابنديسايتس. ففي حالات كتير مس دايجنوز على انها اكيوت ابنديسايتس،
وان هي ايه، وهو اصلا ايه first presentation of type 1 diabetes. حتى العيانين يقولوا لك انا عملت الزايده وبعد كده جالي السكر، بعد العمليه جالي السكر، هو في الحقيقه ان هو عنده سكر من قبل العمليه. يبقى ده بالنسبه للايه، للايه الكلينيكال بيكتشر اوف تايب 1 دايابيتس. التايب 1 دايابيتس انا احنا قلنا ان العيان اقل من 30 سنه ويبقى لين. لو انا قست السي بيبتايد في العيانين دي، السي بيبتايد ده هو سيكريتد مع الانسولين، يعني بدل ما اقيس الانسولين دايركت لان هو تايم كونسيومنج وبيبقى يعني اكسبنسيف، فبقيس السي بيبتايد اسهل، فبلاقيه ايه، بلاقيه ديكريزد اور ابسنت لان هو اصلا الانسولين قليل. ولو قست الاوتو انتي بوديز في اول 6 شهور من بدايه الدايابيتس بلاقيها موجوده في 90% من الحالات اللي هو نقول عليه تايب 1 اي. طبعا الاوتو اميون انتي بوديز ايه معروفه اللي هم ايه، ايلت سيل انتي بوديز، انسولين انتي بوديز، جاد انتي بوديز، كل دول اوتو انتي بوديز بتظهر في الايه في اول 6 شهور وبعد كده بتختفي، وممكن ما تبقاش موجوده من الاصل، بتبقى absent in ايه 10% من عليه ايه idiopathic type 1 b. العيانين بتوع التايب 1 دايابيتس التريتمنت بتاعها الوحيد ان انا لازم اديهم ايه انسولين، بعمل سبستيتيوشن للايه للحاجه اللي ناقصه عندهم، هم ما عندهمش انسولين فانا بديهم انسولين. هنا الانسولين ده بيبقى لايف سيفنج يا جماعه، يعني عيان التايب 1 لو ما خدش انسولين هي ويل داي. عشان كده دايما لما الانسولين بيقل في السوق او بيبقى فيه مشكله، بتبقى فيه مشكله ان في ناس هتموت، يبقى هنا الانسولين ده ايه لايف سيفنج. الريجيمين اوف انسولين بقى كتير، يا اما بيبقى شورت اكتنج انسولين، يا اما انترميديت اكتنج، يا اما لونج اكتنج. بيبقى فيه ريجيمين كتيره هتاخدوها بالتفصيل في المحاضره، لكن اللي احنا نعرفه ان هو الايه الانسولين هو ده لايف سيفنج للايه للعيان التايب 1. نيجي بقى للتايب 2. التايب 2 بيكونستيتيوت حوالي 90% من اول دايابيتك بيشنت، يعني لو انا عندي 100 عيان دايابيتك 90 منهم تايب 2 و10 منهم ايه تايب 1، يبقى تايب 1 نسبته اقل ايه من التايب 2. التايب 2 هنا الايج بيبقى اكتر من 30 سنه وبيبقى اوبيز، كنا زمان بنسميه ايه ماتوريتي ايه اونست ايه دايابيتس. لو قسنا سي بيبتايد في العيانين دول بنلاقيها انكريزد، ليه؟ لان تو اوفركم البريفير ريزيستنس وبعد كده ايه بتقل. التايب 2 دايابيتس هيبقى له نفس الايه المانيفستيشن او نفس الكلينيكال بيتشر بالاضافه لحاجات تانية، لكن هنا الانست مختلف. الانست هنا بيبقى جراديوال انست، انسيديوس انست، مش ايه مش اكيوت زي التايب 1. يعني تايب 1 دايابيتس يبقى كويس كده، تاني يوم تلاقي عنده ايه ابتدى الايه الاكيوت انست على طول في خلال يومين يبتدي السنت. لا التايب 2 بقى ده ايه انسيديوس اونست و جراديوال اونست. نفس الكلام البوليوريا والبوليديبسيا والبوليفاجيا والويت لوس زائد فاتيج اند نكتوريا. الفاتيج والنكتوريا من السيمتوم اللي بتبقى واضحه قوي في عيانين الايه التايب 2. يقول لك ايه، يقول لك انا مرهق على طول، مجهد. طيب مثلا انا بنام وبصحى برضو لسه مجهد، يعني النوم ما بيريحنيش. يبقى دايما المشكله الواحد عنده اجهاد دائم كده تشك ان هو عنده ايه، ممكن يكون دايابيتس. تاني حاجه نكتوريا، النكتوريا اللي هو ايه، النكتوريا اللي هو ايه يروح التواليت يعمل ايه ميكتوريشن، يعمل نكتوريا يبقى صحي من ساوند سليب، يعني نايم ومن عز نومه ويصحى يروح التواليت. هو نورمال لما الواحد بينام ما بيقومش يعمل تواليت، لكن ايه، لكن دي تقومه مره واتنين وتلاته فبيصحى الصبح مش شبعان نوم ومش عارف يشتغل اصلا. فدول التو سيمتوم بالاضافه للتتراد البوليوريا والبوليديبسيا والبوليفيجيا والويت لوس
الفتيج والنكتوريا بيبقوا واضحين قوي في الايه، في التايب 2 دايابيتس. تاني حاجة في البرزنتيشن الكرونيك كومبليكيشن، يعني العيان يبتدي يشتكي من الكومبليكيشن وهو مش ما عندوش السيمتوم اوف دايابيتس، يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان الدايابيتس ممكن يكون اسيمتوماتيك. الكرونيك كومبليكيشن هنقولها بالتفصيل، بس المهم الكرونيك كومبليكيشن ان العيان مثلا يبتدي يحس ان نظره بيضعف، بيزغلل، يروح للدكتور يقول له يعمل له كشف قاع عين، يكتشف ان هو عنده مثلا ريتينوباسي، فيقول له حلل السكر، يكتشف ان هو ايه عنده ايه سكر. او عيان مثلا بيبتدي يشتكي مثلا من تنميل في ايديه وفي رجله، وبعدين يروح للدكتور فيكشف عليه ويتاكد ان هو ايه دي كومبليكيشن اوف دايابيتس، عنده بيريفيرال نيوروباثي، في ايه فيقول له روح حلل السكر ويكتشف ان هو عنده ايه سكر. تالت حاجة احنا قلنا انه ممكن يكون اسيمتوماتيك، يعني مفيش سيمتوم، موجود دايابيتس بس مفيش سيمتوم، يبقى اكسيدنتال ايه ديسكفر، يعني عيان رايح يعمل شيك اب على صحته، يعني دوريا كده بيروح يعمل شوية انفستيجيشن يطمن على نفسه، او ان هو مثلا رايح يعمل عملية فبيتعمل قبل العملية، بيبقى فيه بري اوبرتيف انفستيجيشن، فيكتشف ان هو العيان ده عنده ايه سكر. طيب السبب التايب 2 دايابيتس ان هو زي ما احنا قلنا في الديفينيشن، يا اما يكون انسولين ريزيستنس، يبقى التايب 1 due to insulin deficiency، التايب 2 due to insulin resistance، يعني في resistance للاكشن اوف انسولين، والريزيستنس دي سببها ريسبتور او بوست ريسبتور ديفكت. يعني ايه ريسبتور او بوست ريسبتور ديفكت؟ ان الانسولين اكشن لما بيجي على البريفيرال سيل فيرست ستيب بيعمل بايندينج تو سبيسيفيك ريسبتور، ده نورمال فيسيولوجي، ان لما يجي الانسولين يشتغل على البريفيرال سيل اللي هما الايه المسل سيل او الفات سيل، بيبقى في سبيسيفيك ريسبتور على السيل ممبرين، الانسولين بيبايند ايه تو ات. دي واحدة يا جماعة.
تمام يا جماعه. طيب احنا دلوقتي بنقول ايه؟ في ريزيستنس للاكشن اوف انسولين لديوتو ريسبتور او بوست ريسبتور ديفكت. احنا قلنا الريسبتور بتبقى موجوده سبيسيفيك ريسبتور للانسولين موجوده على السيل ممبرين في البريفيرال سيل. اول ستيب بيحصل بايندنج للايه؟ ان الانسولين يشبك في الريسبتور دي. تاني ستيب ان ده بيستيميليت اكاسكيد اوف كيميكال رياكشن فوسفوريليشن ودي فوسفوريليشن. دكتور هو الصوت بيقطع بس. الصوت بيقطع. طب هحاول يعني يمكن من النت او حاجه. طيب سكند اللي هو استيميليت اكاسكيد اوف كيميكال رياكشن فوسفوريليشن ودي فوسفوريليشن. نهاية الرياكشن الكيميكال رياكشن اللي ورا بعض دي هيحصل translocation of GLUT4. ايه الجلوت 4 ده؟ اللي هو جلوكوز ترانسبورتر. ايه هو الجلوكوز ترانسبورتر؟ اللي هو الحاجة اللي بيشبك فيها الجلوكوز عشان يخش الايه inside the cell. ده normal physiology يعني binding لspecific receptor وبعدين يحصل stimulation لchemical reaction وتالت ستيب يحصل translocation of a glucose transporter عشان a for entry of glucose inside the cell. خلاص. فهنا في الناس ال type 2 diabetes الديفكت ممكن يكون في الريسبتور ان عدد الريسبتور او structure عدد الريسبتور قليل مثلا، بس ده بيبقى reversible يعني لو كانوا obese وخسوا فبيحصل ايه يرجع الايه للنمبر يزيد تاني، أو إن في structure abnormal structure للريسبتور دي بتبقى حاجة يعني إيه congenital، أو إن يكون في post receptor defect. وفي الغالب في أغلب الحالات إن في post receptor defect يعني إيه في lack of an enzyme فالcascade of chemical reaction ما بتكملش. ما دام الرياكشن دي ما بتكملش يبقى الجلوت 4 مش هيطلع. الجلوت 4 مش هيطلع اللي هو الجلوكوز ترانسبورتر، يبقى الجلوكوز مش هيخش السل. الجلوكوز مش هيخش السل بيبقى هيأكوميليت بره في الايه في السيركيوليشن ويعمل لي الهايبر جلايسيميا. يبقى احنا قلنا الديفكت ممكن يكون في الريسبتور او بوست ريسبتور ديفكت ايه مثلا lack of a of an enzyme. ده بالنسبه ايه للتايب 2 الديفكت بتاعها اللي هو فيه defect receptor أو post receptor defect. طيب treatment of type 2 diabetes. ال type 2 diabetes عندهم insulin بس ممكن يبقى فيه absolute deficiency يعني أو إيه مش absolute قصدي relative deficiency. relative يعني يعني بيبقى فيه deficiency مش ما فيش خالص لكن فيه بس إيه relative. فأول حاجة في العينين دول إن إحنا لازم نعمل لهم lifestyle modification. يعني ممكن ال lifestyle modification اللي هي بالإيه بالـ exercise وبالإيه وبالـ diet. دول ممكن الناس اللي هم impaired glucose tolerance اللي هو قبل diabetic case أو slight diabetes ممكن بالـ lifestyle modification يتحسن. يبقى الـ lifestyle modification إن أنا أعمل لهم يعملوا exercise، واهم حاجه طبعا ان هو ان هم يمشوا الووكينج دي ما فيهاش ايه مشاكل، او وكمان ثلاث مرات في الاسبوع يمشوا او ايه زائد مش او زائد ان هو يعمل ايه دايتنج يعني يحس الاكل يقلل الكالوريز لو كان هو ايه اوبيز عشان يعمل ايه ويت لوس. يبقى ده نمره واحد اللايف ستايل موديفيكيشن في الايه في التايب 2 دايابيتس. تاني حاجة لو اللايف ستايل موديفيكيشن ما جابتش نتيجة، خدوا بالكم يا جماعة اللايف ستايل موديفيكيشن مش هديها لكل العيانين لما بيبقى بس عند يعني هايبر جلايسيميا بسيطة، لكن لما مثلا ألاقي عيان عنده 500 مللي جرام مثلا دايابيتس قصدي جلوكوز في البلد مش هعمل له يعمل لايف ستايل، لازم اديله ايه يا انسولين يا اما اورال هايبو ايه جلايسيميك. تاني حاجة الأورال هايبوغلايسيميك دراج. الأورال هايبوغلايسيميك دراج جروب كبير قوي متقسم لكذا حاجة.
في هايبوجلايسيميك دراج بيشتغلوا على البريفير ريزيستنس اللي هي المين ديفكت في التايب 2. ايه هما؟ اللي هما البيجوانايد اللي هو الميتفورمين والسلازودين ديون، دول بيشتغلوا على البريفير ريزيستنس، بيبقى لهم سايد افكت، في ناس تستحملهم وفي ناس ما تستحملهمش، بس دول اللي هما الاثنين اللي بيشتغلوا على الايه، على البريفير ريزيستنس. وفي دراج بتشتغل على الايه، على البنكرياس، على البيتا سيل اوف بنكرياس تو ستيمولييت ايه، سيكريشن اوف انسولين، لان بيبقى عندهم ريلاتيف ديفيشنسي، ريلاتيف ديفيشنسي فايه، فبنديهم ايه، نعمل لهم ستيمولييشن للايه، زي بالسلفونايل يوريا والنون سلفونايل يوريا، ان هو بيستيمولييت بيتا سيل تو سيكريت مور انسولين. في كمان حاجه تانية اللي هما الانكريتين، الانكريتين ده هرمون بيتفرز نورمالي لما البيرسون بياكل سكر، والهرمون ده موجود في الايه، في الوول بالانتستين، فبي ايه، بيستيمولييت انسولين ايه سيكريشن. ففي ادويه اللي هو ميماتيك، انكريتين ميماتيك او دي بي بي 4 انهيبيتور، دول الاثنين برضو بيستيموليت ايه، انسولين ايه سيكريشن من الايه، من البنكرياس. وفي حاجات بتقلل الابسوربشن او ديلي الابسوربشن اوف ايه، اوف الكربوهيدرات، يعني كومبلكس كربوهيدرات طبعا بتتكسر انسايد الايه الانتستين، وبيحصل لما بيحصل ابسوربشن بيحصل للمونوساكارايد اللي هو الجلوكوز. فايه، في ادويه زي الايه، زي الاكربوز، بت slowing الايه، الابسوربشن اوف ايه، اوف جلوكوز. فده بالنسبه للاورال هايبوجلايسيميك دراج. ثالث حاجه الانسولين، احنا هنعرف ان التايب 2 دايابيتس ده بروجريسيف ديزيز. يعني ايه بروجريسيف ديزيز؟ يعني بعد فتره الانسولين الايلت سيل الماس بتاعتها بتقل، يعني عدد السيل بيقل، وبالتالي كمية الإنسولين اللي بتفرز هتقل مع الوقت. فبيبقى إيه؟ فبيبقى عيان التايب 2 بيبتدي بإنسولين بريفرال إنسولين ريزيستنس، وبينتهي بإيه؟ كمان بإنسولين إيه ديفيشنسي. عشان كده في حالات لازم نديهم إنسولين. عشان كده لما بقيس السي بيبتايد في الأول بيبقى إنكريزد عشان أوفركم البريفرال ريزيستنس، وبعد كده يقل فيرجع للنورمال، وبعد كده فاينل بي ايه الانسولين بيقل مع بعد 10 سنين، بعد 15 سنه من بدايه الدايابيتس الانسولين ايه يقل. في سؤال كده معروف ان هو انديكيشن اوف انسولين ان تايب 2 دايابيتس، عندكم فكره عنه؟ امتى ادي انسولين في التايب 2 دايابيتس؟ سامعين يا جماعه؟ ايوه، لو حصل فيليا الاورال انتي دايابيتيك دراجز ما نجحتش، الاورال انتي دايابيتيك دراجز كويس فيلير او الرجي او سيرجري لو العيان هيعمل سيرجري او في ستريس، يعني هيعمل عمليه، او عنده ايه في الكاستير او مايكوجينال انفكشن، البريجننسي دايابيتيك كيتو اسيدوس. لا ولا حاجه، معلش. ممكن في حاله ان هو حصل ديستربشن للبيتا. ايوه بالظبط، حاله ايه، حصل يعني ديستربشن للبيتا سيلز بتاعه في نهايه الكورس مثلا بعد 10 15 سنه ما بيستجبش للاورال، فبنحوله ايه الانسولين. فهم دول، وخصوصا البريجننس يا جماعه، اي بريجننت فيميل او يعني بقت بريجننت دايابيتيك بيشنت وبقت بريجننت لازم احول على انسولين، لان ايه اللي هو ده الموست سيف، لان بعد كده بيحصل لها ستيل بيرس لو ما خدتش ايه الانسولين وابورشن. طيب يبقى ده الانديكيشن اوف انسولين في التايب 2 دايابيتس. طيب الايم اوف ثيرابي، انا بعالج العيانين دول ليه؟ بعالجهم اول حاجه سيف لايف في التايب 1 دايابيتس، لان لو ما خدش الانسولين هي ويل داي. تاني حاجه الليفييت سيمتوم، السيمتوم اللي تعباه وبتصحيه، النكتوريا دي اللي بتصحيه كذا مرة في بالليل ومن عز نوم ويصحى، الفتيج، الـ كل السيمتوم دي اللي مضايقاه بإيه بتتحسن. فعشان كده انت لازم تظبط الجرعة وانت بتديله الدواء، لان انت لو مظبطتش جرعته
هيجي لك العيان في الزياره اللي بعديها هيقول لك ما انا زي ما انا بصحى برضو بالليل كذا مره ولسه تعبان ولسه مرهق، فانت ايه يبقى انا ما اتحسنتش. يبقى لازم عشان تقول ان انت الجول اوف ثيرابي بتاعك ان انا الليفييت السيمتوم. تالت حاجه جارد اجينست كومبليكيشن، يعني من اهميه العلاج ان انا بيأخر الكومبليكيشن، بيأخر ظهورها. واخدين بالكم؟ بتبقى نوع من البروفيلاكسيس او البريفنشن للايه، او بيعمل ريتارديشن لظهور ايه الكومبليكيشن. الكومبليكيشن زي احنا قلنا الكرونيك كومبليكيشن، بنقول ان الهايبرجلايسيميا هي السبب في الايه، في الكرونيك كومبليكيشن. يبقى انا الايم اوف ثيرابي بتاعي ان الهايبرجلايسيميا دي اخليها نورمو جلايسيميا، يرجع للنورمال، او يو جلايسيميا، يعني نفس المعنى، يو دي جلايسيميا يعني نورمو جلايسيميا. فعرفت منين بقى ان الهايبرجلايسيميا دي هي المسؤوله عن الكومبليكيشن؟ عملوا ترايل اسمها ايه، دي سي سي تي ترايل. ايه دي سي سي تي ترايل دي؟ اللي هي دايابيتس كنترول كومبليكيشن ترايل. جابوا اطفال تايب 1 دايابيتس ان كنترولد، يعني البلاد جلوكوز عندهم عالي، وبداوا يشتكوا من ايه، من بدايات الكومبليكيشن. بدايات الكومبليكيشن، خدوا بالكم الكومبليكيشن دي بالاول بيحصل فيه structural changes في الريتينا، في الكيدني، في البريفيرال نيرف، في changes بتحصل بتتشاف بالعين المجرده. خلاص، فالعينين دول جابوهم خلوهم اندر، عندهم مثلا، والناس عندهم بدايات ريتينوباسي، والناس عندهم بدايات نيفروباسي، واخدين بالكم شايفينها تحت الميكروسكوب، في changes حصلت في الايه، في الاورجان دي. فحملوهم اندر ستريكت بلاد جلوكوز كنترول لمده شهرين، خلوهم اغلب الوقت يوجلايسيميا او نورمو جلايسيميا. بعد الشهرين دول ابتدوا رجعوا يعملوا ايه، يشوفوا فاندس اكزامينيشن ريتينوباسي، يشوفوا يعملوا بايوبسي للكيدني، ويشوفوا ايه برضه بايوبسي للايه للبريفيرال نيرف، لقوا حصل ريجريشن للتشينجز ورجعت نورمال. يعني طول ما في هايبرجلايسيميا عملت كومبليكيشن، لما الهايبرجلايسيميا دي بقت نورمال نورموجلايسيميا، يبقى ايه حصل ريجريشن للايه، للستراكشرال تشينجز بتاعه الكومبليكيشن، ورجع ايه للنورمال. يبقى في لينك بين الهايبرجلايسيميا وبين الايه الكومبليكيشن. في ثيوري كتيره هتاخدوها في المحاضرات اللي بتربط بين الهايبرجلايسيميا وبين الكومبليكيشن. في حاجه اسمها منهم، يعني حاجه اسمها جلوكوز توكسيستي، يعني الهايبرجلايسيميا دي بتبقى توكسيك للبيتا سيل، بتاثر على البيتا سيل. لما بتبقى توكسيك للبيتا سيل، البيتا سيل هت ايه سكريت لاس انسولين، لاس انسولين يبقى مور ايه جلوكوز، مور جلوكوز يبقى تبقى مور توكسيك لايه للبيتا سيل، وهكذا فيشس اي سيركل. يبقى الكرونيك كومبليكيشن عشان تحصل لازم يبقى فيه ثلاث حاجات. اول حاجه الديوريشن اوف دايابيتس، يبقى مثلا ديكيد، مثلا 10 سنين او اكتر. تاني حاجه لازم يبقى ان كنترولد طول الوقت، يبقى فيه كرونيك هايبرجلايسيميا طول الوقت. ساعات بنلاقي ايه ان عيان ايه ان كنترولد وبقاله اكتر من 10 سنين في ايه في الديابيتس، ولكن ما حصلوش كومبليكيشن، فبنقول جيناتك بقى بريديسبوزيشن. يبقى عشان يحصل الكرونيك كومبليكيشن لازم دايابيتس ديوريشن مور ذان 10 ييرز، لازم يكون ان كنترولد اغلب الوقت، في كرونيك هايبر جلايسيميا طول الوقت. تالت حاجه الجيناتك بريديسبوزيشن. الكومبليكيشن اللي هي ايه، macrovascular complication وفي microvascular complication. macrovascular complication بيبقى فيه حاجة اسمها accelerated atherosclerosis. يعني ايه accelerated atherosclerosis؟ accelerated يعني بيجي premature مع progressive course. الatherosclerosis زي ما احنا كلنا عارفين ده degenerative disease، بيجي في الـ old age،
هنا بقى بيجي بريماتشور، ما بيجيش في الاولد ايج، بيجي في ايه، في سن صغير ثلاثينات مثلا، وبعد كده بيبقى ايه بروجريسيف كورس. الهول مارك اوف اثيروسكليروزس ايه، ديبوزيشن اوف بليكس انسايد الايه البلاد فيسل. البليكس دي بيحصل ايه، بتعمل ايه، بتضيق اليومن بتاع الايه البلاد فيسل، لما تضيقه يبقى كمية البلاد اللي معدية من الحتة الضيقة بتقل لما توصل للإيه؟ للتيشو، يعني الإيه المرور ضيق، فالكمية الدم اللي بتوصل قليلة، فبيبقى فيه إيه؟ إسكيميا. فيبقى المانيفستيشن أوف أثيروسكليروزيس بيبقى إيه؟ إسكيميا للتيشو، يعني مثلا وبتبقى بتأفكت إيه؟ السيريبرال أرتري، الكوروناري والبريفيرال فيسل، وده ما يمنعش انها بتأفكت اذر فيسلز، بس دول الموست كومن، السيريبرال والكوروناري والبريفيرال فيسل. فعيان الدايبيتس بيجيب عنده ايه سيريبرال اسكيميا، وممكن اليومن يتسد خالص بثرومبس، فيبقى يحصل ايه بقى انفاركشن، فيبقى ممكن يكون عنده اسكيميا كوروناري اسكيميا، وممكن يبقى عنده مايوكارديال انفاركشن. يعني انت طبيب استقبال وجاي لك حالة مايوكارديال انفاركشن لشاب مثلا 35 سنة، فأنت طبعا هتستغرب ازاي، يعني ازاي لسه شاب بيجي له مايوكارديال انفاركشن، لما تلاقي ان هو ده تايب 1 دايابيتس مثلا، هتعرف ان هو ايه عنده اكسليريتد اثيروسكليروز، بيجي لهم اسكيميا وبيجي لهم انفاركشن وبكل حاجة سيريبرال وكورونري وبريفيل واذر ايه فيسلز. في بقى حاجة اسمها microvascular complication بتيجي في small vessels، retinopathy. الretinopathy بيحصل changes structural changes في الretinal vessels، عبارة عن ايه، هحوريكوا صور دلوقتي، عبارة عن بيحصل ايه secular dilatation aneurysmal dilatation exudate بتاع دوت hemorrhage. المهم في النهاية خالص بيحصل ايه ريتينال هيموريج، وبيحصل ايه ريتينوب، يحصل بلايندنس، بيحصل ريتينال ديتاتشمنت، بيحصل فايبروزس بعد الهيموريج، فايبروزس ويحصل ريتينال ديتاتشمنت، يحصل ايه بلايندنس. يعني عيان التايب 1 دايابيتس او تايب 2 ممكن بيجي لهم بلايندنس. الدايابيتس تايب نمبر 1 كوز اوف بلايندنس ان ادلت، يعني كل أمراض الرمد دي كلها نمرة واحد اللي بيسبب البلايندنس هو الدايابيتس، يعني الريتينوباسي بتنتهي بالبلايندنس. طيب النفروباسي يعني ايه نفروباسي؟ clinical definition of nephropathy ان هو بيبقى فيه ماكرو ألبومينوريا او مايكرو ألبومينوريا، المهم بيبقى فيه ألبومينوريا يعني قلب من اليورين، او بمعنى اخر بروتينيوريا يعني بروتين في اليورين، نمره واحد. تاني حاجه بيحصل deterioration of key of renal function لحد end stage renal disease، هتؤدي لي لايه، renal failure. بنلاقي مثلا حالات الدياليسيز او ناس اللي عندهم renal failure حوالي تلتهم كده ايه diabetic patient، يعني الايه الدايابيتس بيؤدي لايه، لرينال فيلير، بيؤدي لبلايندنس. تالت حاجه ايه، النيوروباسي. النيوروباسي انواعها كتيره هتاخدوها في المحاضره. النيوروباسي في حاجه اسمها ايه سوماتيك، وفي حاجه اسمها اوتونوميك، اوتونوميك نيرف وسوماتيك نيرف اللي بتتاثر. السوماتيك دول ممكن بيبقى فيه حاجه كرينيال وحاجه ايه بيريفيرال، يعني الموست كومن كرينيال نيرف اللي بيتاثر مثلا اوكيلوموتور، بيبقى بيحصل ايه في الناس الدايابيتك بيش، بيجي لهم الاوكيلوموتور، بيبقى فيه حاجه اسمها اوكيلوموتور بولس، هوريكم الصور. البيريفيرال، البيريفير بقى ده حاجه الموست كومن اللي هو بيحصل ايه، بيريفيرال ايه ديستال بيريفيرال ايه سيمتريكال بولي نيوروباثي، يعني سيمتريكال يعني بايلاترال بولي نيوروباثي، بيجي في اللور ليمب وبيجي في الابر ليمب، بس اللور ليمب الاول.
الايه البريفيرال نيوروباثي ده الموست كومن ايه كومبليكيشن في الايه في الدايابيتس. نهايه النيوروباثي ده بقى بيعمل ايه؟ بيأثر على السنسيشن. السنسيشن اللي هي التاتش سنسيشن والبين السوبرفيشال سنسيشن، البين والايه والتاتش والتمبريتشر. يعني ايه بقى العيان بتاع البريفيرال نيوروباثي ده بيبقى عنده ايه؟ يبقى عنده حاجة اسمها ايه بنقول عليها، عنده يا اما عنده باراسيزيا، عنده هايبوسيزيا. سيزيا دي يعني ايه؟ يعني sensation of touch. خلاص بارا بقى، كلمة بارا دي يعني apparent او abnormal، يعني عنده abnormal touch sensation. يعني ايه؟ يعني العيان بيشتكي من احساس غريب في ايده ورجله، زي ايه؟ يحس بنمنس، في تنميل، انا عندي تنميل على طول، يحس بشكشكه تينجلينج، يحس ببرنينج بحرقان. دي اسمها كل دي اسمها باراسيزيا، يعني abnormal sensation. في بقى حاجه اسمها ايه؟ هايبوسيزيا، يعني الاحساس بيقل، احساس التاتش. يعني ايه بقى التاتش يقل؟ يعني مثلا ممكن يبقى لابس شبشب ولا حاجه، يتسلت من رجله ما يبقاش حاسس هو لسه لابس الشبشب ولا مش لابس، لسه لابس الشراب ولا مش لابس، يبقى ده الهايبوسيزيا او ايه انستيزيا. وتاني حاجه الاحساس بالبين، ما بيحسش بالايه باي بين، يبقى عنده نوع من الايه من الانالجيزيا. فممكن العيان ده يتعور ما يحسش في رجله، يجيله مثلا ألسر ويحصل له سكندري انفكشن، بعد كده يحصل له ايه جانجرين، بعد كده يحصل له ايه امبيوتيشن. في ايه فالسيناريو ده بيحصل في الايه في الايه في الكرونيك كومبليكيشن المايكروفاسكولار كومبليكيشن، خصوصا في البريفيرال ايه نيوروباثي. فالبريفيرال نيوروباثي ده بيبقى ايه اللي هو نهايته الامبيوتيشن، فبنلاقي الدايابيتس نمبر 1 كوز اوف نون تروماتيك امبيوتيشن. يعني نون تروماتيك امبيوتيشن هو عامه الامبيوتيشن بتحصل لما يحصل تروما، كار اكسيدنت مثلا، رصاصه دخلت في رجل العيان او اي حاجه، لكن نون تروماتيك امبيوتيشن ده سببها ايه؟ الدايابيتس. فشوفوا العيان الطبيعي العادي الانسان العادي بيتحول لبلايند، بيتحول لعنده رينال فيلير، بيتحول لبيبقى امبيوتيتد، بيجي له كوروناري، بيجي له سيريبرال اسكيميا، كل ده الكومبليكيشن. فانا الثيرابي بتاعي الجول اوف ثيرابي بتاعي ان انا اخلي ايه الكومبليكيشن دي تتاخر على قد ما اقدر، انها يحصل ايه بريفنشن لها كمان، لان هو ده الجول اوف ثيرابي بتاعي ان انا save life alleviate symptom and guard against a complication. واحنا قلنا الكومبليكيشن بتحصل بعد قد ايه. طيب الهايبرجلايسيميا، عيان جالي بالسيمتوم اللي احنا قلناها او جالي بالكومبليكيشن اللي احنا قلناها، فانا هعمل دايجنوزس ازاي للدايابيتس؟ هعمل دايجنوزس للهايبرجلايسيميا، هقول للعيان يعمل ايه؟ اعمل لي بلاد جلوكوز او فاستنج بلازما جلوكوز. الفاستنج بلازما جلوكوز بيساوي او اكتر 126، المفروض انتوا بتزين الفاليو دي 126 ملي جرام بير دي سيليتر، ده يبقى ايه دايابيتك او مور، يعني مش 126 بس، لا 130 140 50 300 500، كل ده يبقى ايه هايبر جلايسيميا. الفاستنج بلاد جلوكوز بيبقى بنقول للعيان يصوم من 8 ل 10 ساعات، والصبح بايه بنقيس له عش ايه الفاستنج ايه بلاد جلوكوز. الفاستنج بلاد جلوكوز ده بيرفلكت ال10 ساعات اللي فاتوا، واخدين بالكم؟ يعني بيرفلكت البلاد جلوكوز من 10 ساعات. البوست برانديال اللي هو بندي، يا اما كان زمان بيبقى ميكسد ميل وبعد الاكل بساعتين يا نقص له البلاد جلوكوز، او دلوقتي خلوها ستاندرد يعني بيدوا له ايه 75 جرام جلوكوز يدوبوه في كوبايه ميه
وبعد يشربهم، وبعد ساعتين نقيس فيبقى 200 او اكتر، يبقى ده عنده ايه؟ هايبرجلايسيميا، بوست برانديال هايبرجلايسيميا. برضو البوست برانديال هايبرجلايسيميا دي، البوست برانديال ده الليفل اوف بلاد جلوكوز بيبقى بيرفلكت البلاد جلوكوز قبلها بساعتين، يعني الفاستنج قبلها ب 10 ساعات والبوست برانديال قبلها بايه؟ بساعتين. الراندوم ده نوت ريليتد للميلز، بيبقى حوالي ايه يساوي او اكتر 200 مللي جرام ايه بير ديسيليتر، يعني جاي لك في العياده واكل مش واكل، المهم يبقى 200 او اكتر مللي جرام بير ديسيليتر، يبقى ده عنده هايبر ايه جلايسيميا. وانس ان عنده هايبر جلايسيميا يبقى العيان ده ايه دايبيتيك. طبعا الراندوم لازم يبقى فيه سيمتوم، واخدين بالكم؟ يعني لازم الكلاسيكال سيمتوم زائد الايه التحليل، وممكن انا مش متاكده قوي ممكن اعيد التحليل ايه تاني مره تاني. الجول اوف ثيرابي، الجول اوف ثيرابي انا هدفي ايه من العلاج؟ هدفي ان انا البري برانديال، عشان اقول العيان ده كنترولد يبقى لازم البري برانديال بيبقى من 70 ل 130. لو انا قست العيان عشان بيعملوا فولو اب، قست لقيت البلاد جلوكوز 70 ل 130 يبقى العيان ده كنترولد. البوست برانديال لازم يبقى اقل من 180. طب ليه بقى اقل من 180؟ لان ال 180 دي رينال ثريشولد، عندها هينزل في اليورين. وانس الجلوكوز نزل في اليورين هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي اوزموتيك دايوريسيس، هيعمل لي بوليوريا، البوليوريا هتعمل لي بوليديبسيا، وهكذا هيرجع يجي له السيمتوم تاني. فعشان كده ساعات انت لو ما ظبطتش الجرعه يقول لك ما انا زي ما انا بسحب الليل كذا مره. فلازم انا الجول اوف ثيرابي بتاعي ان البري برانديال من 70 ل 130، البوست برانديال اقل من 180 مللي جرام بير ديسيليتر. كل شهرين ثلاثة كده أقول للعيان يعمل إيه؟ جلايكيتد هيموجلوبين، هيموجلوبين A1C أقل من 7% يبقى ده كنترول. طيب ليه بعمل إيه الجلايكيتد هيموجلوبين ده؟ الجلايكيتد هيموجلوبين أهميته إن هو بيرفلكت الإيه البلاد جلوكوز ليفل في خلال الشهرين اللي فاتوا، فأعرف متوسط مستوى الجلوكوز في الدم أغلب الوقت. ليه؟ لأن ساعات العيانين بيتحايلوا، يعني بيبقى ملخبط طول الأسبوع ومبياخدش الدواء و و و ويجي قبل ما يروح للدكتور قبلها بيوم يروح يعمل رياضة، ياخد الدواء مظبوط، ما يلخبطش في الأكل، وبعدين يحلل الصبح يلاقيه كويس، يحلل الصبح فإيه؟ فطبعا الدكتور يقول إيه، طب هو دلوقتي التحليل كويس بس العيان بالديتيريوريت، بيبتدي بقى يظهر له كومبليكيشن، فايه فتفهم ان انت لازم محتاج تعمل له ايه جلايكيتد هيموجلوبين كل شهرين ثلاثه. ده فكره عن ايه هو الديابيتس، كلينيكال بيكتشر اوف دايابيتس، الدياجنوزس، الجول اوف ثيرابي. هنتكلم بقى دلوقتي على اكزامينيشن، كلينيكال اكزامينيشن اوف دايابيتيك بيشنت. الاكزامينيشن ده شيت، كلينيكال شيت، الشيت عامه في اي حاله، حاله كاردياك، حاله شاست، حاله بيبقى نوعين، بيبقى عباره عن جنرال اكزامينيشن اند لوكال اكزامينيشن. بعمل جنرال اكزامينيشن وبعمل لوكال اكزامينيشن حسب السيستم، مثلا هارت اعمل كاردياك اكزامينيشن، شاست اعمل ايه شاست اكزامينيشن. بالنسبه للدايابيتيك بيشنت انا بعمل ستريسنج على الجنرال اكزامينيشن، بالإضافة لو هو بقى فيه بقى عنده بقى إيه عنده هارت مثلا كومبليكيشن، عنده هارت فيلير، عنده أعمل بقى كاردياك إكزامينيشن، عنده شاست إنفكشن أعمل له إيه شاست إيه إكزامينيشن. طيب الشيت ده يا جماعة بيبقى يعني جنرال لكل الحالات مش بس الدايابيتك، بس في حاجات زيادة بس في الدايابيتك هقول لكم عليها. أول حاجة في الكلينيكال إكزامينيشن الستيت أوف كونشسنس، هل العيان conscious alert cooperative ولا لأ؟ ليه؟ لأن العيان ممكن في حالات بيبقى دراوزي، ممكن حالات بيبقى في كوما، واخدين بالكو؟ ممكن حالات زي إيه مثلا؟ حالات الديكي إيه ممكن يبقى دراوزي، ممكن يبقى كوماتوز، واخدين بالكو؟ ممكن بيبقى confused في حالات الهايبوغلايسيميا. فالمهم قوي الستيت اوف كونشس بتاعي العيان كونشس اليرت اند كوبرتيف، خلاص. تاني حاجه الجنرال لوك،
الجنرال لوك دي في كل الايه الشيت كل الحالات. يعني ايه جنرال لوك؟ يعني حاجه سترايكنج يو في البيشنت، يعني حاجه لفتت نظرك، يعني عيان يعدي كده من قدامك، انسان يعدي من قدامك تقول ده عيان. ليه؟ في مظاهر للمرض. الكالر مثلا، لو عنده abnormal color زي ايه؟ severe pallor مثلا، بس severe anemia الناس اللي عندهم chronic hemolytic anemia يبقى لونهم مصفر او لونهم بيض. ال او انيميا عاديه iron deficiency anemia بيبقى لونهم ايه؟ pale. مثلا ممكن يكون cyanosed مزرق، ممكن يكون مصفر jaundiced. دول كلهم abnormal color، يعني العيان من غير ما يقول لك انا تعبان هتعرف ان هو ايه تعبان. الفيشز، الفيشز اللي هي الملامح، اي abnormality فيها هيبقى في مرض. زي مثلا ايه حاجه most يعني famous example هو الاكزوفثالمس. يعني ايه اكزوفثالمس؟ يعني ايه protrusion forward protrusion للايبول. ده طبعا في الهايبرثايروديزم، انت واقف لا حد معدي من قدامك شايف ست عندها اكزوفثالموس، هتعرف من غير ما تكشف ومن غير ما تشتكي ان هي عندها ايه هايبر ثايرويديزم. تالت حاجه الساين اوف ديستريس، يعني مثلا عيان ايه ديسنك، يبقى هتعرف انه عيان ارليتابل او ان بين، يبقى في مشكله. يبقى دي التاني نقطه اللي هي جنرال لوك. ثالث حاجة الديكيوبيتس أو اتيتيود امباد، هل واخد العيان specific اتيتيود امباد؟ لأن في diseases بتخليك تقعدي بطريقة معينة، زي مثلا الأزماتيك بيشنت. عمرك شفت عيان أزماتيك بيبقى نايم في السرير كده؟ لا طبعا، بيبقى قاعد وإيه وليننج فورورد وايه وعمال ياخد ايه وعلى حرف السرير وماسك بايديه السرير وعمال ياخد فرصه ايه اكسبيريشن. يعني من قبل ما تروحي تكشفي على العيان وانت في العنبر بتمري هتقولي العيان اللي بعيد ده عنده ازمه من قعدته في السرير. لو هو دايابيتك بيشنت يبقى وكنترول، يبقى الستيت يبقى كونشس والارت. الجنرال لوك مفيش اي كومبليكيشن. الديكيوبيتس نورمال ديكيوبيتس. بالنسبة للبودي بيلت احنا بنقول ايه التايب 2 بيبقى اوبيز والتايب 1 بيبقى لين. التايب 2 اوبيز، طب انا دي بتبقى حاجة ايه ريلاتيف، يعني انا اللي شايفاه اوبيز غيري شايفه ايه لين والعكس. فانا بقيس الويت بوزنه، بقيس الهايت طوله، وبقيس ايه البودي ماس اندكس اللي هو الويت على الايه الهايت ايه سكوير. خلاص نورمال بيبقى من 18 ل الهايت بيبقى ان متر يا جماعه. النورمال من 18 ل 24، من 25 ل 29 ده اوفر ويت، 30 فيما فوق ده يبقى اوبيز، اكتر من كده 40 ده موربيد اوبيزيتي. ال 40 دي هي العيانين اللي يعملوا ايه عمليات البارياتريك سيرجري والكلام ده، لكن الاوبيز الاوفر تول ما يعملوش ولا اوفر ويت ولا حاجه، دول دايت ايه واكسرسايز. خامس حاجه الفايتال ساين، الفايتال ساين تمبريتشر وبالس وايه وبلاد بريشر. بالنسبه لعيان الدايابيتس بقيس الريديال بالس وبقيس البريفيرال بالس اللي هم الدورسال سبيدس والبوستيريور تيبيال. ليه؟ لان العيان ده يبقى لايبل ان يجيله بريفيرال فاسكولار ايه ديزيز، فممكن البريفيرال بالس ده ما احسوش او ايه يبقى ويك. فالاحظ ان في يبقى عنده العيان ده بريفيرال فاسكولار ديزيز، عنده بريفيرال اثيروسكليروزس، اخد بالي بقى. فايه هنشوف بالظبط دلوقتي الصور الايه الدورسال سبيديس موجود فين والبوستيريور تيبيال موجود فين. بالنسبه للبلاد بريشر عامة بقيسه سوباين، لكن هنا بقى في الايه في الدايابيتيك بيشنت بقيسه سوباين اند ايه اند ستاندنج. ستاندنج لو ايه مفروض ان السيستوليك بلاد بريشر لما يقف الستاندنج وقف دقيقتين وعد يقيس تاني. لو السيستوليك بلاد ايه بريشر قل اكتر من 20 ل 30 مللي متر ميركوري
يبقى ده معناه ان عنده بوشرال هايبوتنشن او اورثوستاتيك هايبوتنشن. دي الاورثوستاتيك هايبوتنشن او البوش هايبوتنشن دي من المانيفستيشن اوف اوتونوميك نيوروباثي. في الكومبليكيشن احنا قلنا النيوروباثي ده ممكن يكون سوماتيك وممكن يكون اوتونوميك. الاوتونوميك ده بيأثر على سيستم، يعني ايه؟ كارديوفاسكولار سيستم، مانيفستيشن اوف كارديوفاسكولار سيستم اوتونوميك نيوروباثي البوشرال هايبوتنشن. البوشرال هايبوتنشن ان العيان يقول لك انا لما بقوم مره واحده بدوخ الدنيا بتضلم في وشي، بس ده مش السبب الوحيد للايه للبوشرال هايبوتنشن، لان ممكن انيميا مثلا تعمل بوشرال هايبوتنشن. خدين بالكم، فلازم اتاكد ان هو ده اورثوستاتيك، ان هو ده ديو تو ايه اوتونوميك ايه كارديوفاسكولار ايه نيوروباثي، ان انا اقيس له البلاد بريشر ايه السوباين وبعدين اوقفه دقيقتين واعيد القياس تاني، انا السيستوليك قل اكتر من 20 ل 30 ملم مركري، يبقى معناه ده عنده بوشرال هايبوتنشن، يبقى عنده ايه اوتونوميك كارديو ايه فاسكولار ديزيز. في حاجه نورمال، هل في فرق بين البلاد بريشر سوباين وستاندنج؟ ايوه في فرق، يعني البيرسون لما بيقف بيقل الايه السيستوليك بلاد بريشر بتاعه حوالي ايه 10 ايه مليمتر ايه مركري. بعد كده في بقى ايه الهيد نك. الهيد نك كل ده في الجنرال اكزامينشن. النك لها ايتم كتير، اكيد انتوا رحتوا اقسام تانية في عشان تعرفوا نك اكزامينشن، على الاقل في الكارديولوجي هتكون مثلا ايه congested neck veins، ممكن في ممكن lymph node وحاجة نقط كتير. انا اللي يهمني في عيان الدايبيتس ان هو ما يبقاش فيه swelling في الايه في اللور اند اوف ذا ايه اوف ذا neck، thyroid swelling، ما يبقاش عنده ايه carotid bruit. carotid bruit ده يعني denotes ان في ايه plaques في الكاروتيد artery، يبقى في عنده atherosclerosis. carotid bruit ان احنا نحط ايدنا على الكاروتيد artery وهنحس زي ثريل، وحواليكوا تحطوا ايدكوا ازاي. بالنسبه بقى للفيس هنبص على الايز، هنبص على الايز بقى هنشوف الموفمنت، اللاشز، الاي ليد، البيوبل، الكورنيا، دول الايتم في الايه في الايز. بالنسبه للاوكولار موفمنت، الاوكولار موفمنت الثيرد والفورث والسيكس كرينيال نيرف مهمين، لان ايه دول ممكن بيبقى افكتد في ايه في الكومبليكيشن الايه الفاسكولار ايه كومبليكيشن للايه للنيرف للكرينيال نيرف. يعني في بقى حاجه ان يعني في مايكرو فاسكولار كومبليكيشن وفي مايكرو ايه فاسكولار ايه كومبليكيشن. الثيرد اللي هو الاوكيلوموتور، اللي هو بيبقى ايه الاوكيلوموتور بيسبلاي كل المسل بتاع الاي ما عدا اثنين اللي هم اللاترال ريكتس والثيرد ايه والسوبيريور اوبليك. فانت هتبصي للعين العيان لقيتي عنده توزس وديفيشن لاترالي اند داون وورد، وهوريكوا صوره، يبقى ده عنده اوكيلوموتور ايه بولسي. الفورس اللي هو بي ايه بيأفكت ايه التروكليار، والتانية ايه الابيوسنت اللي هو السيكس كرينيال نيرف. الاي لاشز طبعا العيانين اللي هم الدايابيتك بيبقى عندهم لو اميونيتي، فبيبقوا لايبل ان يجيلهم انفكشن، يجيلهم دمامل في عينيهم في رموشهم وهكذا. نسأل الاي ليد، ادور في الاي ليد على الزانسيلازما، اللي هي الزانسيلازما دي عبارة عن حسنة لونها مبيض. الحسنه دي بتبقى دينوت ساين اوف هايبر كوليستريليميا، يعني ملهاش دعوه بالدايبيتس، يعني مش سبيسيفيك للدايبيتس، لكن بدور عليها برضو لان العيانين الدايبيتس ممكن يبقى عندهم هايبر ايه كوليستريليميا. البيوبل بالتورش ابص الاقي البيوبل اللي هو المفروض لونه اسود، يبقى لونه يعني جريش كده او مبيض، يبقى ده عنده كاتاركت. برضو الناس الديابيتك بيجي لهم بريماتشور كاتاركت. بالنسبة للكورنيا بلاقي حاجة ايه في جراي شوية سيركل من اسمه أركا سينيليس، ومن اسمه بيجي في السينايل بيرسون ومش سبيسيفيك للديابيتس.
والسيركل ده ممكن يبقى كومبليت سيركل حوالين الكورنيا وممكن بيبقى هاف سيركل. ده بالنسبه للايه للاي يعني الموفمنت اللاشز الايليد البيوبل والكورنيا. بالنسبه للماوس التيس والجم والسمل عيانين الدايبيتك بيشنت دايما بيعانوا من الايه من التيس عندهم بيبقى عندهم فولينج اوف تيس وعندهم ريبيتد انفكشن للجام وهكذا. فابص ادور على التيس بلاقي ممكن في ميسنج تيس في سنان واقعه مش كامله ممكن الاقي كيريز اساله في عندك سنان مسوسه ولا لا ممكن نشوف ديسكالاريشن لو هو سموكر هيبقى فيه ايه ديس ايه كالاريشن. انتوا هتلاقوا ممكن حالات تايب 1 دايابيتس ما عندهمش ولا سنه بيبقى شاب صغير وما عندوش ولا سن. فالميسنج تيز دول في الناس الايه الدايابيتك سو كومن. تاني حاجه بالنسبه للجم نشوف بقى في جينجيفايتس مانيفستيشن اوف ايه اوف انفلاميشن او في حاجه اسمها بايوريا الفيوليريس. والبايوريا الفيوليريس دي بتبقى دينوت بور اورال هايجين. بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى عبارة عن ايه؟ جريش لاين كده بين التيس والجم. جريش وايت لاين بين التيس وبين الجم كومبوزد عبارة عن ايه؟ عبارة عن فود ديبريز باس اند بكتيريا. معناها ان بور اورال هيجين يعني بياكل ما بيغسلش اسنانه وبتلاقوه كتير في الحالات ايه في العيانين. ده بالنسبة للايه؟ للتيس وبالنسبة للجم. الاسمال مهم قوي 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 ان انا لازم اشم الاسمال النفس العيان بتاع الدايابيتس يعني ممكن لما انت تشمي نفسه ممكن تشخصيه من غير ما تعملي اي حاجه حالات الدايابيتك كيتو اسيدوزس. دايابيتك لما تشمي نفسه هتشمي ريحه الاسيتون وانتوا تجربوها وروحوا مع الايه مع المدرس المساعد في الانتنسيف كير عندنا حالات الايه الكيتو اسيدوزس وشموها وخدوا ودوا مع العيانين وشوفوا الايه الهيستوري بتاعهم اتشخصوا ازاي جالهم ازاي الايه الدايبيتك ايه السيمتوم اوف دايبيتك كيتو اسيدوز. السمال الفروتي سمال اللي هو زي ايه زي ريحه التفاح كده ده يبقى عنده اسيتون يبقى العيان ده عنده دايبيتك كيتو اسيدوز. او باد سمال يبقى ده هاليتوزس ده ايه دينوت بور اورال هايجين. اخر حاجه بقى الاكستريميتيز ابر لمب ولور لمب. الأبر لمب هما نفس الأيتم بتاعت اللور لمب بس اللور لمب بنزود عليه حاجتين بنزود عليه الإديمة أنا بكشف على الإديمة في اللور لمب وإيه والفاريجوز فين برضو بكشف عليها في الإيه في اللور لمب لكن أغلب الأيتم بين الأبر واللور هما حاجة واحدة. أول حاجة النيلز عيانين الدايابيتك عنده مشكلتين عنده لو اميونيتي فبيجي له انفكشن فانجل انفكشن وعنده بريفيرال ايه فاسكولار ديزيز بريفيرال اسكيميا فيبقى ديستروفيك نيل. ابص في الايه في النيلز الاقي فيه انفكشن فانجل ادور على فانجل انفكشن وادور على ايه ديستروفيك نيل اللي هي تشينجز ديو تو اسكيميا. نفس الكلام في اللور لين بالاضافه ان ان بتوين ذا توز اللي هو بالسمول تو ان بتوين التو ممكن الاقي فيه فانجل ايه انفكشن بتبقى ريدنس كده وعليها حاجه بيضه هتشوفوها في العيانين. تاني حاجه السكين بقى ايه بقى بتوسع شويه بكشف عليه لان هو دوت الفيرست سيستم اللي بيتاثر بالاسكيميا وعيانين الدايابيتس بيبقى عندهم اسكيميا بريفيرال اسكيميا وعندهم كمان كوروناري عندهم كله. ففي السكين بشوف التمبريتشر بتاعته الكالر بتاعه التكتشر يعني سيك ولا سين الهايدريشن دراي او وات الاستيسيتي بيجمنتيشن هير ديستريبيوشن. طيب نفترض ان العيان عنده بريفيرال اسكيميا هتوقع ان التمبريتشر ايه هيقول لك انا عندي كولد بيبقى عنده كولد اكستريميتس الكالر بيبقى فيل التكتشر بيبقى ثين
وبيبقى دراي ولوس اوف الاستيسيتي، بيبقى عباره عن السكين بيبقى بيبر لايك ثين ودراي ومحمر كده شويه وستريتشد ما فيهوش الاستيسيتي. بيجمنتيشن ممكن ايوه ممكن لا، وبيبقى ايه سكانتي هير ديستريبيوشن. الاقي شعر طبعا لازم اسال العيان، لانه ممكن يكون شعره رجله قليل من الاول، بس انت تقول هل يعني هل قل شعر رجلك، هيقول لك ايوه قل. فلو انا شفت المانيفستيشن دي كولد اكستريميتي وبيل وثين ودراي ولوس اوف وستريتشد وسكانتي هير ديستريبيوشن، نقول عليه عنده تروفيك تشينجز ديو تو اسكيميا، في تروفيك تشينجز ديو تو اسكيميا. نفس الكلام اللي هو ايه في الابر ليمب واللور ليمب برضه السكين، سمول ماسل في الابر ليمب، الجوينت ما فهمش حاجه، انفولنتري موفمنت ما فهمش حاجه. بالنسبه لللور ليمب بشوف فيه تندر كاف ماسل ولا لا. تاني حاجه امايوتروفي، بيبقى نوع من الكومبليكيشن برضه انه بيحصل ايه بروكسيمال ايه ماسل اتروفي وبيبقى ريفرسيبل. وبعدين ابص على شاركو جوينت، شاركو جوينت يعني ايه شاركو جوينت؟ ببص عليه فين؟ في الانكل والني. طب شاركو ده اسم واحد هو اللي اكتشف الايه الديزيز ده، ان ايه بيجي في حالات ايه مش سبيسيفيك للدايبيتس، بيجي في حالات البريفيرال نيوروباسي. احنا قلنا في حالات البريفيرال نيوروباسي بيفقد الاحساس، فممكن يتخبط بقى كذا مره، فبيحصل الجوينت بيحصل له ديفورم جوينت، بيبقى سوولن، وبيبقى ان عنده بريفيرال نيوروباسي بيبقى ايه بينلس، يعني بينلس وديفورمد وايه وسوولن جوينت. هوريكم صور للكلام ده. الالسر مهم قوي، الالسر في الايه في اللور ليمب، بدور على الالسر فين؟ بدور عليه في السول او البلانتر سيرفيس اوف ذا فوت، وبيبقى الألسر عبارة عن loss of covering epithelium زي ما جلوت بيبقى زي جلطة كده، بيبقى فيه جروف كده من جوه. طيب بدور عليه فين؟ احنا قلنا في السول، في السول فين؟ عند line of ايه metatarsal bone، يعني تحت line كده تحت التوز، بدور عليه فين؟ ايه على الألسر. الألسر ده بيبقى نوعين، العيان الديابيتس عنده مشكلتين، عنده low immunity، عنده peripheral neuropathy، وعنده peripheral vascular disease. خلاص يبقى عنده peripheral vascular disease فبيعمل لي اسكيميا، فبيعمل لي ايه ischemic ulcer. عنده peripheral neuropathy بيعمل لي ايه neuropathic ulcer. هنفرق بين بين النيوروباثيك والاسكيميك ulcer من كذا حاجة هنشوفها ايه دلوقتي. الاسكيميك ألسر هيبقى في البريفيري، خلاص في التيب اوف ذا بيك تو عند الهيل كده. التاني النيوروباثيك ألسر هيبقى زي ما احنا قلنا، هيبقى في السول، لان العيان عنده بريفير نيوروباثي، اتسلت داس حافي، داس على مسمار على ازازه مش حاسس، اتعور فحصل له ايه، بيبقى في السول. الألسر بيبقى في السول غالبا. فين؟ بيبقى عند اللاين اوف ايه، عند البريشر بوينت، عند اللاين اوف ايه اوف ميتاتارسال بون. الاسكيميك ألسر بيبقى ايه فيري بينفول، النيوروباثيك ألسر مفيش بين ايه بينلس. الافرق كمان ايه ان السكين اللي حوالين الألسر اللي هو في النيوروباثي بيبقى فيه ايه حاجه اسمها ايه كيلس، ده هايبر كيراتوتيك سكين، يعني مثلا من فريكشن جزمه لبس جسمه ضيقه مثلا او حاجه، فبيبقى حوالين الالسر بيبقى حاجه اسمها كيلس اللي هو حوالين النيوروباثيك ألسر. لكن الاسكيميك ألسر بيبقى السكين ايه تروفيك تشينجز بقى، اللي هو ايه سين وستريتشد ودراي وهكذا. هوريكم الصور وبعدين ايه نرجع للنيورولوجيكال اكزامينيشن. هنا الصورة بيقول لك الـ complication diabetic retinopathy coronary artery kidney disease diabetic neuropathy وهكذا. هنا دي صورة للايه، انتوا معايا يا جماعة شايفين؟ ايوه.
طيب عشان هسألكم خليكم مصحصحين. النورمال ريتينا عبارة عن أوبتيك ديسك، وهنا الماكولا، وهنا إيه الريتينال فيسل، ده النورمال. شوفوا بقى اللي جنبها اللي هو الريتينوباسي، بيبقى فيه أنيوريزمال دايلاتيشن في الفيسلز، بيبقى فيه الحاجات البيضة دي إكزودت، والنقط الحمراء دي إيه هيموريج، بيبقى عنده هيموريج وعنده إيه إكزودت. ده إيه الفاندس إيه إكزامينيشن، البيكتشر اللي بنلاقيها في حالات الريتينوباسي. طبعا الريتينوباسي في حاجة اسمها بروليفرتيف ونون بروليفرتيف، هتاخدوها بالتفصيل في الإيه في المحاضرة. هنا صورة مقربة للمايكرو أنيوريزم للايه للريتينال فيسل. ايه دي بقى؟ في الاي ليد، ابر اي ليد واللور اي ليد، حسنه بيضة. ايه دي؟ زنسلازم. ده الزنسلازم دي نوت ايه، مش سبيسيفيك للدايابيتس، دي ده دليل على ان في هايبر كوليستريليميا. الست دي عندها هايبر كوليستريمي، ايزر بقى حاجه هيريديتري او ايه اكواير، يبقى دي الايه الزانسيلاز. ايه ده جريش سيركل حوالين الكورنيا، كومبليت سيركل، ممكن يبقى هاف سيركل، بيبقى في الابر هاف، بشيل الابر اي ليد وابص على الايه ده ارك السينيلس، برضو not specific للديابيتس، ده بيجي في الاولد ايج، لكن في الديابيتس ممكن يجي في ايه في young age younger age. واخدين بالكو؟ ايه ده توزيس وعندها ايه تاني في deviation ها deviation lateral and downward. يبقى ايه ده بقى؟ الاوكيلوموتر نيرف هو اللي اثر. اوكيلوموتر بولس، صح، عندها اوكيلوموتر بولس، شاطر. ايه ده ممكن بالطرش كمان اشوفه، البيوبل هنا بيضة، يبقى معناها في ايه كاتركت. هنا بقى cut section في vessels، ال vessels هنا اليومن بتاعها شبه مسدود من ال plaques دي. ايه دي؟ ده عنده ايه ده العيان ده؟ عنده اثيروسكليروز. برافو. هنا دي بايوبسي للنفروباسي للكيدني، بيبقى في بقى ايه بيزمت ممبرين سيكنينج، بيبقى شكل معين وميزانجل ايه بروليفريشن، دي في حالات الايه النفروباسي دايابيتك نفروباسي. هنا بقى العيان الدايابيتك برضو بيبقى له اميونيتي، بيبقى عنده ايه بقى ايه ده ستراش توماتايتس اللي هو ايه مونينيازيس. لما تروحوا الاطفال وتلاقوا الولاد الصغير اللي عندهم بقى جاسترو انترايتس ومال نيوتريشن وبتاع، بيبقى عندهم ساعات الايه الفطر الابيض ده، المونيليازيس دي، ده برضو انفكشن في الايه في النيلز. احنا قلنا في النيلز بدور على فانجل انفكشن وعلى ايه ديستروفيك نيل ديو تو ايه سكين. هنا برضو انواع بقى السكين انفكشن كتيره بتجيلهم. هنا البروريتس فالفي ده عباره عن ايه كومن كومبلين للدايابيتك فيميل، فلازم اعرف اعالجه ازاي. هنا ايه بقى قارنوا الجوينت ده مش جوينت ده، شاركو جوينت ده احنا قلنا بس في الانكل والني، لان هم due to repeated ايه تروما، يبقى swollen و deformed joint و painless مش بيوجعوا. خلاص. هنا برضو ايه شاركو جوينت، وخدوا بالكو ده مش سبيسيفيك للدايابيتس، ده بيجي في حالات البريفيرال نيوروباثي ايا كان السبب بقى دايابيتس او غيرها. ده بقى فات اتروفي في هايبرتروفي، دي الصوره دي المفروض تتشال. دي ايام ما كنا بنستعمل الايه البورك انسولين،
الانيمال انسولين فكان بتعمل في السايت اوف انجكشن بتعمل ايه، فات هايبرتروفي او فات اتروفي. دلوقتي بقينا نستعمل ايمينايزد ايه انسولين. دول بقى ايه الكوتينيوس مانيفيستيشن اللي بتظهر في الايه على الشين اوف ذا تيبيا، يعني في كده شويه تشينجز بتحصل في السكين على الشين اوف ذا تيبيا. في حاجه اسمها دايابيتك، دي خدتوها يا جماعه دايابيتك ديرموباسي. ايوه خدتوها مش كده؟ الدايابيتك ديرموباسي عباره عن ايه؟ عباره عن اوفل باتش كده، بقعه هايبر بيجمنتد، بتبقى بقعه كده مدوره اوفال او مدوره لونها بني، دي اسمها ايه دايابيتك ديرموباسي ودي كومن. في حاجه تانية اسمها نيكروبايوزيس. النيكروبايوزيس دايابيتيكورم دي عباره عن ايه، بتيجي على الشين اوف ذا تيبيا برضو، بتبقى irregular contour، بتبقى بليكس. بليكس يعني ايه؟ خدته جلدية؟ لا لا لا، يعني في حاجة بقعة البليك بتبقى حاجة مرتفعة شوية، يعني حاجة مرتفعة ليجن مرتفع شوية عن عن surface of the skin، بتبقى irregular contour، وبتبقى البريفري بتاعها غامق hyperpigmented لونه بني، والسنتر بيبقى ايه بيل او ممكن يكون ulcerated. دي ايه بقى؟ هل دي ديرموباسي ولا دي ايه؟ دي حاجه كده الريجولار شيب وبتكبر مع الوقت، بتبتدي صغيره وبتكبر، شوف بتاع كبيره قوي واخده الشين اوف ذا تيبيا والريجولار شيب وايه وهايبر بيجمنتد ايه بيريفري وايه وسنترال ايه بيل سنتر. دي ايه بقى؟ نيكروبايوزيس. نيكروبايوزيس هنا برضو، هنا ايه النيكروبايوزيس لايبوديك، هنا ulcerated السنتر، هنا ulcerated، وشايفين كبيرة ازاي، بتبقى صغيرة كده وبتكبر مع الوقت، يعني ممكن تلاقوا الليجن ده صغير مش لازم يبقى كبير كده. ده ايه بقى؟ نيوروباسيك ألسر. انهي نوع؟ انت قلت نيوروباسيك ألسر، طب ليه قلت نيوروباسيك؟ عشان في السول، في السول بريشر بوينت، بريشر بوينت وبريشر بوينت. وايه تاني؟ صح، يعني في السول وفي البريشر بوينت وبنيوروباس. ايه تاني كمان؟ ايه الابد اللي حواليها؟ كيلوس. ده الكيلوس اهو اللي هو الهايبر كيراتوتيك سكين، ها؟ وطبعا هو بيبقى بينلس، العيان مش حاسس بيه وبيبقوا شايفين ان هو بيبقى ديب. طيب اللي في الحرف اللي تيب اوف ذا بيك تو ده ايه؟ ممكن يكون ايه اسكيميك ألسر على التيب، وبيبقى ايه فيري ايه بينفول. خلاص، يعني ما يمنعش ان العيان بيبقى عنده بريفرال اسكيميا وعنده بريفرال نيوروباسي، ما يمنعش، يبقى هو ده الايه الاسكيميك ايه ألسر. ده ايه؟ ايه ده يا جماعة؟ في السول وعلى اللاين اوف ايه ميتاتارسال بون بريشر بوينت وديب الكيلس، يبقى ده ايه؟ ده ايه يا جماعة؟ نيوروباسيك ايه ألس. شاطرين. ده ايه ده؟ جنجرين. ده جنجرين. بعد الجنجرين يحصل ايه؟ امبيوتيشن. ها، واحنا قلنا ان الديابيتس نمبر 1 كوز اوف نون تروماتيك ايه امبيوتيشن. هنا بقى الاوتون، احنا قلنا ايه النيوروباسي بيبقى عباره عن سوماتيك وايه واوتونوميك. احنا قلنا الاوتونوميك بيأفكت سيستم زي الجي اي تي زي جينيتورينري وهكذا، ده اوتونوميك نيوروباسي، مانيفيستيشن اوف اوتونوميك نيوروباسي. واحده هنا الاستومك، الجي اي تي افكشن بتعمل، ممكن بتأفكت الاستومك، في حاجه اسمها جاستروباريسيس دايابيتيكورم. جاستروباريسيس، جاسترو يعني استومك، وباريسيس يعني ويكنس في المول of the stomach، يعني بيبقى فيه delay of emptying of A
of the ايه الجاستريك كونتنت، يعني العيان ياكل تحس ان الاكل ايه ما بيتهضمش، واقف بيقول لك ما بيتهضمش الاكل وتعبني وواقف على قلبي ومش عارفه ايه وكده. فاحنا هنا بنعمله باريم ميل. هنا الباريم ميل شايفين الاستومك دايليتد قد ايه، كبيره قوي. وتاني حاجه بيحصل ديلي ايفاكويشن اوف ذا ايه اوف ذا باريم، يعني عقبال ما بتعمل ايفاكويشن الباريم بتاخد وقت طويل. يبقى دي عند ايه جاسترو باريسيس دايبيتيك. ده بالنسبه للجي اي تي. بالنسبه للجينيتورينري هنا ده ايه، ده بلادر فول بلادر ومليانه داي. العيان دول بيشتكوا من ايه؟ بيشتكوا بيقول لك انا عندي انكونتيننس، انا ما بتحكمش في البول. هو اسمه الحقيقي ان هو مش انكونتيننس، هو عنده ريتنشن ويز اوفر فلو. يعني لما يجي يقول لك دايبيتيك انا بنقط على نفسي ومش متحكم في البول، لو عملت له بيركاشن تحت الامبلايكس ولقيته ضل يبقى هتلاقي ده فول بلادر، ولو حطيت كاسيتر هيبقى هينزل يورين كتير قوي. يبقى مشكله العيان ده ان عنده السنسيشن اوف فولنس اوف ذا بلادر مفقوده، فالبلادر تتملى 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 لحد ما تاخد كل الحيز الفوليوم بتاع البلادر. بعد كده اي اكسترا يورين فوليوم فورميشن هيحصل لها دريبلينج لان ما فيهاش مكان. فالعيان يقول لك ده انا ايه، ده انا مش بتحكم في نفسي، انا عندي انكونتنس. لا، هو عنده ريتنشن ويز اوفر فلو. فهمنا؟ عنده ريتنشن ويز اوفر فلو، وبرده ده كومن في الايه، في الدايابيتيك ايه بيشنت. دكتور يعني هنا الميكتيوريشن ريفلكس بتتاثر صح؟ اه بتتاثر، ما عندوش السنس اوف فولنس، لان الانسان بيروح التواليت ليه؟ بتحس ان في فول بلادر، واخدين بالكو؟ فايه ده ما عندوش، فتتملى تتملى تتملى لحد ايه ما الحيز كله يتملى، وبعدين ايه ينقط بقى. ده برضو من الايه الكومبليكيشن اوف ايه، اوتونوميك كومبليكيشن اوف ايه، اوتونوميك ايه نيوروباثي. طيب هنا هنتكلم على الايه، ده النورمال. احنا اتكلمنا على الجنرال اكزامينيشن، في حاجه بقى نيورولوجيكال اكزامينيشن، لان العينين دول عندهم نيورولوجيكال كومبليكيشن، عندهم نيوروباثي. النيورولوجيكال اكزامينيشن في حاجه اسمها سنسوري سيستم. طبعا النيورولوجيكال كومبليكيشن ده حاجه كبيره، انا هاخد بس الحاجه اللي بتهمني في الدايابيتيك بيشنت، اللي هو ايه السنسوري سيستم والريفلكسز. السنسوري سيستم في حاجه اسمها سوبرفيشال سنسيشن، وفي حاجه اسمها ديب سنسيشن. خدتوا نيورولوجي يا جماعه؟ خدتوا نيورولوجي ولا لا؟ لا لسه. لسه. طيب السوبرفيشال سنسيشن دي عباره عن ايه؟ بين وتاتش وتمبريتشر، دول السوبرفيشال سنسيشن. هعمل عليهم اكزامينيشن ازاي؟ البين ببين بريك، بايه؟ بحرف دبوس، بس طبعا مش هعور العيان، تاتش بسيط كده. البين التاتش بيس اوف كوتون، تمبريتشر تو تيست تيوب، واحده ميه ساقعه وميه سخنه. عيان الدايبيتس بيفقد البين فيتعور ما يحسش، بيفقد التاتش يتسلت بتاع من رجله الشبشب مش حاسس، بيفقد التمبريتشر يحط رجله في ميه سخنه بتغلي يحرق نفسه ومش حاسس. فالتلاته سنسيشن دول ايه بيفقدوا. خلاص. فعشان كده الناس اللي عندهم عندهم نيوروباثي سيمتريكال اي ديستال بولي نيوروباثي لازم تعمل لهم ايدكيشن يا جماعه. العيان الدايابيتس عامه لازم تعمل له ايدكيشن، ازاي العلاج، ازاي يجيله لو جاله هايبوجلايسيميا خصوصا بتوع الانسولين يعمل ايه في حالات اللي هنا الكومبليكيشن، اللي هو عنده سوبرفيشال سنسيشن، عنده نيوروباثي. فلازم اقول له مثلا ايه، ما تلبسش جزمه ضيقه مثلا هتعمل فريكشن وممكن تعمل له السر، ما تحطش رجلك في ميه سخنه الا لما يكون عندك ترمومتر او حد من الفاميلي بتاعك يجي يقول لك انها كويسه، وهكذا. يبقى البين بيفقد، التاتش بيفقد، والتمبريتشر بيفقد. وخد بالكم ان التاتش زي ما احنا قلنا بيبقى عنده باراسيزيا، عنده ابيرنت سنسيشن، عنده احساس غريب حرقان
شكشكة، تنميل، كل ده اسمه باراسيزيا، أو عنده هايبوسيزيا الإحساس بيبقى قليل أو مفيش خالص إيه إحساس، مش حاسس بحاجة. الناس بتوع اللي هم البريفير نيوروباثي دول الإحساس ده بيجي لهم إمتى؟ هل الإفورت بيجي لهم بيزودوا؟ هل الراحة بتوديه؟ لا، هو ما بيجي ملوش أي precipitating factor ولا relieving factor، هو بيجي في أوقات معينة، مثلا لما يجي العيان يخش ينام في السرير يبتدي يحس بالإيه؟ بالتنميل، يحس بالشكشكة، يحس بالحرقان. الدايركشن اوف ذيس سنسيشن بتبقى من بروكسيمال لإيه؟ بتبقى من ديستال لبروكسيمال، يعني إيه؟ جاية يعني في اتجاه الجسم، ده السنسيشن، اللاين اوف ايه اوف سنسيشن، جاية من الفوت وطالعة على فوق على رجله، ده الايه السنسيشن. بعد فترة السنسيشن دي بتخف وبعدين ايه تروح، فالعين يقول لك انا خفيت، ما خلاص ما عنديش التنميل ده، معناه ايه؟ معناه ان حصل كومبليت ايه، ان الايه النيرف بقى ايه، بقت خلاص كومبليت ديستراكشن، واخدين بالكم؟ فمبقاش فيه الاحساس ده. اما اعمل اكزامينيشن بقى بلاقي ان بيبقى فيه سنسوري ليفل، لما اعمل البين او التاتش او التمبريتشر بالدبوس اشكشك، بيبقى بقارن بالفور هيد، الاحساس ده زي الاحساس اللي تحت، هيقول لك ايوه، اقول له طيب، هيقول لك لا انا تحت مش حاسس، قول له لما تحس زي فوق قول لي، فتقعد بقى على لاين كده تقعد تشكشك تشكشك لحد ما يقول لك هنا حسيت. هتعمل ايه؟ لاترال، وتعمل ميديال، وممكن ميدل لاين، لكن ايه، وتعمل لاين، هيبقى كانه ايه، في حاجه اسمها سنسوري ليفل. سنسوري ليفل يعني هو مع الاحساس المفقود في تحت الليفل ده الاحساس مفقود، فوق الليفل ده الاحساس موجود، فبنقول عليه ايه الديستريبيوشن بتاعته جلوف اند ايه اند ستوكينج هايبو ايسيزيا، كانه لابس جوانتي او شراب من الايه من الهايبوسيزيا، فاهمين؟ في حاجه اسمها سنسوري ليفل بالاكزامينيشن، وممكن الاقي الريفلكس ايه ابسنت، هوريكم ده الكلام ده. يبقى ده السوبرفيشال سنسيشن، البين والتاتش والتمبريتشر، والثلاثه بيفقدوا. الديب سنسيشن، الجوينت سنس، البوزيشن اوف ذا جوينت والجوينت موفمنت برضه بيفقدوا، والفايبريشن سنس، بستعمل تيونينج فورك وبحطها على البوني بروميننس، هل هو حاسس الفايبريشن ولا لا، برضه بيفقد، وده اول حاجه بتفقد. والديب بريشر يعني اغلب السنسوري سيستم ده كله ايه بيفقد عند عيان الايه الدايبيتس. بالنسبه للريفلكسز، يعني ايه ريفلكسز؟ ان انا بعمل ستيميليشن للايه للتندون بتاع المصر، ده تابينج بالهامر، بمسكه بطريقه معينه وبخبطه بيربنديكولار على طول على الايه على التندون، هيعمل ستيمولس. الستيمولس ده بيبروباجيت افرنت امبلسز تروح لسنتر، السنتر ده يبعت بقى امبلس تاني افرنت امبلس للمسل، يحصل الريسبونس، ده كل ده نورمال. الريسبونس ايه؟ muscle contraction وjoint movement، يعني هيحصل contraction للمسل هيحرك الايه الجوينت. اهم حاجتين اللي احنا بنقول اللور لمب بتبقى affected قبل الابر لمب وبتبقى more affection، فايه فهعمل الايه الانكل جوينت اند ايه ني جوينت. مهم قوي انا بعمل ريفلكسز ان انا اعمل بيرنج للايه للمصل اللي هيحصل لها كونتراكشن، يعني بالنسبه للني جوينت هعمل تابينج فين؟ هعمل تابينج، هوريكم الصور ان انتوا ايه، هعمل تابينج في نقطه معينه هيحصل ايه ريسبونس، الجوينت ايه مصل كونتراكشن، انهي مصل اللي هيحصل لها كونتراكشن في ني ريفلكس؟ كوادريسبس فيمورس، كوادريسبس. يبقى لازم اعمل بيرنج، ارفع، يقول بقى ده لابس بنطلون ضيق ومش عارف، لا لازم ايه تعمل لي بيرنج للمصل اللي هيحصل لها كونتراكشن. بالنسبه للايه للبتاع ده للانكل جوينت، بتخبط على التندو اكيلس، انهي جوينت اللي بتتحرك اللي بيحصل لها كونتراكشن؟ اه
أنكل ناني جوينت يا جماعة. طب والريسبونس إيه؟ الأنكل حصل له إيه؟ إيه الموفمنت أوف أنكل؟ بلانتر فليكشن. بلانتر فليكشن. آه شوف. بلانتر فليكشن. برافو. طب أني مصل اللي بتعمل بلانتر فليكشن؟ كف مصل. جسر كوني. جسر. برافو عليك. طيب هنا بقى هنوريكم شوية صور. هنا التكنيك في البالبيشن احنا قلنا في الايه في البالس بعمل ريديال بالس وبعمل ايه البريفيرال بالس. البريفيرال بالس اللي هم ايه الدورسال سبيدس والايه والبوستيريور تيبيال. البوستيريور تيبيال ده موجود فين؟ موجود ورا الميديال مالولس وراه وتحتيه وبيبقى موجود في الجروف يعني مش سوبرفيشال يعني انا مش مجرد كده احط ايدي هحس لا لازم اعمل هوكينج للايه اضغط ببريشر ورا وتحت الميديال مانيولس عشان احس البوستيريور تيبيا نورمال. يبقى انا بعمل هوكينج للمانيولس ده ببريشر ليه؟ لان موجود الارتري موجود في جروف مش موجود سوبرفيشال بحيث ان انا احسه بسهوله لا في جروف فبضغط كده واعمل بريشر على الميديال مانيولس وايه هوكينج له وايه واحس ايه البوستيريور تيبي. المفروض نورمال هحس بالسيشن ولا لا؟ لا لو نورمال اكيد هحس بالسيشن اكيد هحس بالسيشن. لو لقيت البالسيشن ويك او ابسنت يبقى العيان ده بيعاني من ايه؟ من بريفيرال فاسكولار ديزيز او بريفيرال ايه اسكيمي. اوكي هنا السبيدز الدورسال سبيدز ده ناس كتير قوي بيغلطوا ازاي ما بيحسوا غلط. اولا لازم تحس فين؟ لازم هتحس اولا البيك تو هتعمله ايه دورسي فلكش هيبان ايه تاندون. التندون ده بتاع الاكستنسور هاليشيس لونجس يبقى دورسي فلاكشن او اكستنشن للبيك تو ترجعه لورا هيبان هنا التندون اوف اكستنسور هاليشيس لونجس لاترال تو ايت اند اوفر بوني بروميننس احط ايه ايدي او صوابع على بوني بروميننس بروكسيمال للايه لللور ليمب. في ناس بقى تحطه تحت بين الصوابع في الانتر ايه اوسيوس ايه سبيس غلط. لازم تحطه على بوني بروميننس عشان لما تضغط عليه هتضغط على حاجه ناشفه فهتقدر تحس البلسيشن. يا جماعه فاهمين لازم يتحط على بوني بروميننس لاترال لايه للاكستنسور هاليشيس لونجس تندون. خلاص يبقى ده هو الايه بالظبط عشان تقدر تحس الايه الدورسالي سبيس. هنا بالنسبة للكاروتيد أرتري اللي احنا قلنا ممكن يبقى فيه كاروتيد بروي. الكاروتيد بروي يبقى معناها ان فيه ايه أثيروسكليروزس. انا بحس ايه الكاروتيد أرتري بالسيشن تحت الانجل اوف ذا مانديبل او ان فرونت اوف ذا ستيرنو ماستويد مصر. خلاص ويوز فيري لايت بريشر لان في ناس ساعات بيحصل لها فانتنج اتاك وحاجات كده فانت فيري لايت بريشر تحت الايه مش الاثنين مع بعض كل واحده لوحدها كل ناحيه لوحدها يعني. فده الكاروتيد ارتري ايه بالبيشن بتحط فين تحت الانجل اوف ذا مانديبل. هنا بقى هنقول لكم هنوريكم ايه الريفلكسز. هنعمل ايه الني ريفلكس. الني ريفلكس اولا انا طبعا هعمل بيرنج للايه للكوادريسبس اللي هي هيحصل لها ايه كونتراكشن. تاني حاجة أعمل إن أنا أشيل الطول lower limb على إيدي أحملهم كده على إيدي وبحيث إن هو بيبقى كانوا هانجنج أنا برفعهم بحيث إن الفوت مجرد تلمس السرير. طبعا لو ست أوبيز أو كده مش هتقدر أنت تشيل البوست lower limb على إيد واحدة فبنقعدها ونخليها تدلدل رجليها
على حرف السرير. ده بالنسبة إيه للبوزيشن. يبقى في بيرنج للكوادريسبس مسل، وبنعمل إيه either hanging للبوس lower limb، أو إن هي إيه تقعد على إيه على حرف السرير. طيب بعد كده أمسك الهامر بين الثامب والإندكس وأخبطه perpendicular. فين بقى؟ على تحت في الباتيلا، عارفين الباتيلا بتاعت الني، بيبقى فيه تحتها جروف، بتخبط في الجروف ده، يبقى احنا بنخبط في الجروف اللي تحت الباتيلا. خبطت، عملت ستيمولس، راح افرنت ورجع افرنت امبلس، حصل ريسبونس. ايه بقى الريسبونس؟ كوادريسبس كونتراكشن اند اكستنشن اوف ايه اوف ذا ني. خلاص نشوف كده. ده احنا هنعمل سوري هنا كان هنا الانكل ايه جوينت. الانكل جوينت احنا هنا يعني بنحط الرجل على الرجل الثانيه عشان تبقى اسهل، يعني نحط الرجل، هيوروك المدرس، بس نحط الرجل على الرجل الثانيه وتعمل سلايد دورسي فلكشن للايه للفوت، وتخبط على التندو اكيلس. هتخبط على التندو اكيلس هيحصل ايه؟ بلانتر فلكشن. بلانتر فلكشن يعني هتنزل في اتجاه الايه، في اتجاه ايدك، حتى لو ويك انت هتحس ان الايه الفوت بتخبط ايه في ايدك. يبقى احنا ممكن نحطه على الرجل الثانيه، وطبعا هنخبط على التندو اكيلس ونمسك، نعمل سويت سلايد دورسي فلكشن للفوت. الريسبونس هيبقى بلانتر ايه فلكشن وايه حلو ويك، حتى ممكن لو انا ما شفتش قوي الحركه هحسها، هتخبط على ايه على ايدي. هنعيدها تاني. نعيد تاني. طبعا يعني اتمنى تكونوا خدتوا فكره عن الايه، عن الانكل جيرك، بس طبعا لازم كل ده يتعمل بايه.
ده بالنسبة ايه للني جوينت، هو شالهم على ايده هانجنج البوس لور لينب وخبط تحت الباتيلا وحصل الريسبونس مصل ايه كوادريسبس ايه كونتراكشن اند اكستنشن للايه لللور لينب. كده احنا شفنا ايه الايه الني جيرك، يا اما يتعمل على السرير او نقعد العيان ون ايه ويدلدل رجليه على حرف ايه السرير واخبط ايه رجل ورا ايه ورا رجل. كده احنا تقريبا خدنا ايه انتهينا من الكلام. ففي اي اسئله دكتور حضرتك؟ ايه دكتور التست الأخير ده مش قاعد اتكلموا واحد واحد، انا مش سامع. التست الأخير ده مش مفروض يكون قاعد على الكرسي مش نايم على السرير كده؟ لا، ما انا قلت لكم ممكن يكون نايم، ولو انت مش قادر تشيل رجليه ممكن مش قاعد على كرسي يبقى قاعد على حرف السرير. ما هو عيان قاعد على السرير يقعد يدلدل رجليه ما يلمس الأرض، يدلدل رجليه على حرف السرير. ده بالنسبة للايه للانكل ايجر. الكلام ده يا جماعة لا يغني ان انت تعمل بايدك، اعمل على اخواتك وشوف النورمال واعمل على العيانين بعد كده عشان تشوف الابنورمال. كل ده بدائل اللي انت مفروض تتكلم مع العيان تاخد منه الهيستوري تعرف الاكسبريشن بيقول ايه بيتكلم ازاي بتشوف السيمتوم تعمل اكزامينيشن بنفسك، ما لا يغني عن ان انت تعمل بنفسك كل حاجة. أي سؤال تاني؟ دكتور هو حضرتك ينفع تدينا الباوربوينت ولا ما ينفعش؟ لا ما ينفعش، أعتقد الصور يعني بتلزق على طول، مش يعني أنت لو شفته بقى الحقيقة هتعرف، مش محتاج أن أنت يبقى معك الصور. أنتوا خلاص خلصتوا من عندنا ولا إيه؟ ولا لسه شوية؟ تقعد 10 أيام صح؟ أيوة يا دكتور، يعني أصلكوا 3 أيام مثلا وخلصوا صح؟ أيوة. طيب يعني خدتوا بقى إيه فكرة عن كل حاجة. روحوا بقى شوفوا حالات في العناية، بصوا دوروا على الكوتينيوس مانيفستيشن، واخدين بالكوا لفوا كده في العنبر. أي أسئلة؟ شكرا لحضرتك يا دكتور. العفو. شكرا يا دكتور. العفو.